عبر زماني زانت ليالينا واشراق بها النور في عرش من له قدر عالي وشاني هذا حمود الشهم بالطيب مشهور وسيرته فيها تحارى المعاني يشهد بها كل قاسي وداني لو كان للجزات مبدا ودستور بعدها من متى امدح انسان ثاني وبوه فيه الخير والطيب موفور الكاتب المعروف في كل اني وام صالح قلبها اليوم مسرور رمز النقا والود نبع الحنان ويفخر لساني نسل السلام قوم من ماضي عصور أمجادهم تاجن براس الزماني هم عائلة هزحول ما منهم قصور أهل الظفر مخاب فيهم رهاني يا مرحبا ترحب من صادق شعور ترحب يقلط في صدور العواني بضيوفنا اللي صيتهم دوم مذكور بالخير بين الناس عبر زماني زانت ليالينا واشراق بها النور في عرش من له قدر عالي وشاني هذا حمود الشهم بالطيب مشهور وسيرته فيها تحارى المعاني اسمع صفقة 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 في كل موقف عز دايم له حضور يشهد بهذا كل قاصي وداني لو كان الكاتب المعروف في كل يعني وام صالح قلبها اليوم مسرور رمز النقا والود نبع الحنان أهل الكرم الجود وأهل التفاني قوم المعالي في سمى العزة سكون بين الخلايق هم بأعلى مكاني وبنات أهل بالحلا كأنهم حوم الحسن قد فاقوا جميع الحساني ويفخر لساني نسل السلام قوم من ماضي عصور أمجادهم تاجن براس الزماني هم عائلة هزحول ما منهم قصور أهل الظفر مخاب فيهم رهاني يمنع استخدامها.